كنان دائما خلاص إذا أخر الليل ما عندي شيء ما خلاص على طيب العند. وللمعلومية بس حاب أقول لكم خلاص اليوم كم ما بقي شيء على رمضان، وربي يبلغنا رمضان إن شاء الله يا رب، ونكون بصحة وعافية ويرحم أمواتنا وأمواتكم المسلمين يا رب. طيب اللي ما شعبا ويبغى يشعب إيش الوضع يا حسن؟ الوضع الحين أقول لكم قصيدي شاهين يا خرقة مرقة يا خرقة مرقة أمها مشبه والله نكسر والعودة والسودة والعودة والسودة يا ست سعادة طيب وش عندهم حسن يوم الجمعة؟ يوم الجمعة فوق هذا المسرح راح يكون الفعاليات الفشار والمشبك ولا الشغل الزين، يعني شعبنا بطريقة جدا جدا جميلة، شغل شعبي وعارفين وأهل المدينة فوق هذا المسرح. طيب الدخول حسن الدخول مجاني، تعال بس أحضر أنت والأهل والأبناء وشوف فعاليات طيب الآن، بس هذا اللي أبغى أقول لكم، هو هذه من عند حسن. يلا 91 يتعلى عشانه كل السنين العزوة السعودية، نرعم بعز بلادنا وامانة.